اقول يا الله يا اللي للفضيلات رواد يا رب يا راعي البوابه الفضيه. الله الله تعين عبد للمواجيب سداد وتكفي شر مدورين الاذيه. اي والله الله كريم وللفضيلات رواد. اي والله افعل خير تفوز بالاوليه. نعم وبالعين لا تقول لاهل الردى للداد، اهل الردى ما يستحون من الرديه. الله الله اصحك تكون بحبل النذ الشداد، النذ ما وراه غير الاذيه. ايشك ولا ترافق اللي للعطيات عداد، رافق رفيق من اصحاب الحميه. شرواك انسايلك عني من الحي وداد وداد، قول له جفاك الشر احوال ورديه. ايشك والله سلامتك. انسايلك عني من الحي حساد، قول له شديد الحيل وعنده شليه. اي والله لا شف الميه ولا شف الزاد، شفي بترويحة تجمعنا سوية سوية، وشفي بلادنا يظل أحسن بلاد، ومحبتي للحص هي 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 سلامتك للحص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يعطيكم العافية يا شباب، تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الخميس 21/7/2022، نحن الآن بسوق الغنم في مدينة الدانة شمال سوريا. الصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد، وتابعونا. قام نغطي سوق الحسكة، أسواق الحسكة، أخونا أبو غزال يغطينا أسواق الحسكة شرقي سوريا. البارح نزلنا فيديو، من يومين نزلنا فيديو، إن شاء الله بالأيام الجاية نغطي لكم بشكل مستمر. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. إن شاء الله راح نغطي لكم الآن السوق ونشوف الأسعار والحركة ونقول لكم كامل التفاصيل. وهذا عمنا ابو عواد، كاسة الشاي، احسن كاسة شاي من عمنا ابو عواد. الله يجزيك الخير. هذا ايش قد يطلع وزنه عمي ابو عواد هذا الكبش هذا؟ والله اكبر 75. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد اندفع لك؟ ما اندفع لك به شيء اليوم؟ اندفع لي به هو قريب المليار الخصم. اي نعم. اندفع لي به 45. 4502. اثنين اي نعم. اللي بين 4500. اي نعم. الصلاة والسلام. العجلة اللي بين 8.5. اي هاي الجرنة؟ جرنة. الجرنة العبسة. اي. اي نعم. اندفع بها 850 ليرة تركي. 850. وما انباعت. ما في رأي. قد فاصله ليش؟ والله قلنا له 1050. 1050 ليره. 1050. ما رأي. هذنا جدايه، جدايه ذن؟ هذا جدايه. ايش قد قام يندفع بهن؟ اليوم دفع بهن 500. نعم. بس قبل اليوم ما دفع بهن 700. بازار شغال عند اخونا ابو عواد، الصلاه والسلام على رسول الله. ابو عواد حاله بالعكس زي ما قال خوري. ايه ابو عواد. ابو عواد. ابو عواد شلون وقفت؟ شلون وقفت ابو عداي على الساتر؟ بازار احسن من السوم. ألف واربعمية قام السوم. والله بعيد، هاي ضاعت 800، هاي ضاعت 900، هاي ب 1000. يقول له 800 ليره تركي. الصلاة والسلام. ايش قد العدد ابو عواد؟ ايش قد العدد؟ 10. 10. اي نعم، ندفع بين 11 من غير اليوم. من غير اليوم اي نعم. وقبل اليوم اسعار عالميه. ثنايا كلها ثنايا. ثنايا كلها اسعار ثنايا. ماني فاقم، ماني فاقم. الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يا محمد. هو ده عدلي والله بضاعة اكسترا. غنم جنيه. ضاعك ضاعك من هنا ضاعك ها؟ فتاية فتاية. قرقورات قرقورات. والله قرقورة، هاي قرقورة ما شاء الله. الصلاة والسلام. ايش قدر يشتري هناك عاد؟ يقول له 900 ليرة. 900 ليرة. ينقي من 7 ل 1000. ينقي من 7 على 1000. عمك ابغى 10000؟ والله العظيم. يتنقى منه 7 على 1000 ليره تركي الوحده. قام يقول له الدلال الحج. حلف عليه. ما قال جيب. شوفوا يا شباب، كان يصوم 14 والرجال يدفع 900 ويقول له يتنقل من 7 على 1000 وما اتفقوا. بس مشان تعرف ان السوم ما عادي، يعني السوم هذا اول كلمه ما سواء دفع ولا طلب اول كلمه ما اي دائما اي نعم. الله يجزيك الخير يا ابو عواد. الله يكرمك. اليوم العقال مجلس شوي، ان شاء الله بالايام الجايه تنكسوا لي قدام جدام. اي والله حي الله عمي محمود. الله يسلمك. التعليقات. اي نعم. عمك ابو عواد لبس لي عمره 15 سنه. نعم. الله يلبسكم. اي والله. حياتي ما سويتيش. لا لا هاي زنقرنا وفقرنا وراح وجينا وهاي ها. هاي هي. نورك يا محمد. الصلاه والسلام على رسول الله.
اللهم صل على محمد. الله كريم ما شاء الله تبارك الله. والله هذا خوش جدي يا شباب، موجود عند اخونا ابو جهاد. الدنيا هوا يجوز هذا لك ابو. الصلاه والسلام على رسول الله. اي نعم. ألف ليره تركي ايش قد يوزن؟ لا ايش قد ندفع لك؟ ندفع ب 1200. اي نعم. لا لا والله كويس كويس ما شاء الله. طبعا لسه مو لساته جدي مو؟ اي نعم. ايش قد عمره؟ ايش قد كم؟ 7 شهور 8 شهور اكثر؟ السنة. مبدل يعني؟ هذا لحم معناته. لا لا مبدل ثني. مبدل ثني معناته والله حجمه ينطي، حجمه ينطي بالثمان شهور 9 شهور. هذا زين للذبح معناته يا شباب. ايوه مبتل راسه. ندفع ب 1200 بس. اي نعم. الصلاة والسلام على الرسول. عند اخونا الدلال ابو جهاد. هاي البضاعة الناعمة عند اخونا ابو حسن الشيخ. الصلاة والسلام على رسول الله. في عنده كبش خشن ما شاء الله. ايش قد قامت سومة الكباش؟ والله قلنا 750 ليرة. 750 دولار. دولار عفوا. مقفول من كل شيء الله يخليك. اي نعم. هذا عم نشوفه 6.5 قسمناه ب 700. هذا قحم. هذا شو؟ اول سنة رباع وطالع قحم. طيب ايش قد اندفع بينا ابو حسن؟ هذا اعطونا به 5.5. ايه هذا اعطونا به 5.5. شنو 5 دولار؟ دولار. 550 دولار. نعم. هذا ايمتى بهاليوم هذا؟ لا والله مو بهاليوم، امبارح. واليوم اللهم صل على سيدنا محمد الحج بيزاره من دقائق من اول كلمه 450 دولار. اليوم هذا الحج 450 دولار، هذا هو لاحقني عليه. في ناس عم توفق البيزار، ثبت البيزار على 550 مشان نصلي على محمد. الصلاه والسلام على رسول الله. مكفول من كل شيء الله يخليك، ينطلع يطلع ما ينط، مكفول من كل شيء الله يخليك. كانه بي صاير حركه باتجاه الفحول. موسم ضحك. موسم هنا لا اغلبها تضحك يعني. اي نعم. اليوم البضاعه تجي الى مابي يضحك على السوق كله لحم مابي. ايش قد يوزن هذا ابو حسان؟ ايش قد يوزن هذا؟ وزنته ثالث يوم العيد اللهم صل على سيدنا محمد، وهو خفيف طبعا. الساعه 3 العصر طلع 97 كيلو. 97 كيلو. 97 كيلو طلع. نعم. دفعونا على الكيلو 70 وقتها على التركي. ايه. ما بعنا مشان. ايش قد سنه؟ سنه ثني طالع ربع. ثني طالع ربع. اي ثني طالع ربع. نعم الله يجزيك ربع وطالع. نعم الله يجزيك الخير يا ابو حسان. الله يجزيك السلام ابو حسان حياك الله. الشباب اتوقع انه اسعار الفحول راح تطلع شوي، لانه فعلا يعني اليوم الفحل البلدي صاير سعره اعلى من المعتاد يعني. اي نعم. اعتقد مو موسم احنا يعني، والفحول اغلبها تضحت فعلا بعيد الاضحى. السنه صار جزر بالكباش شيء مو طبيعي، ف يعني بدأت تطلع الاسعار شوي. والله اعلم. زاد موسم احنا يعني. وموسم احنا يعني صدفت انه الفحول قليله وموسم احنا. اي نعم. 20 وحده. 20 ثنيه. الصلاه والسلام على رسول الله. طبعا الدنيا حاره شوي. 1000 جباره. خويه من الهواء من الحر. عم يندفع 1000 جباره، 1000 ليره تركي جباره، الصلاه والسلام على رسول الله. بضاعه نظيفه ابو عمر ها؟ نظيفه. اي والله الصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك. فاصلها ب 1200 ابو عمر. في منها افطار. هنا. هاي لساتها هنا، لساتها فطيمه. ايوه الصلاه والسلام على رسول الله. والله ذن كويسات يعني، واحد ياخذ هنا يا شباب. هنا زدت بنص الفحل. ايش قد العدد ابو عمر؟ 20. 20 يعني ذن اذا تسفنجن ونزدت به نص 19 وحطينا برده ما انصروش. اي نعم. اذا تسفنجن ونزدت بنصهن فحلين تلقهن على السريع، شهرين ينباعن عشار غير شكل وما يكلفن، مو مثل الرباطة. عندك 60 بالبيت. الصلاة والسلام على رسول الله. 1200 ليرة تركي تنباع، وعندك الحساب تحت أسفل الشاشة، واعمل مقارنة بين أسعارنا اليوم وأسعارنا في الحسكة. أخونا أبو غزال قام يصور لنا أسواق الحسكة. 55.50 ليرة. 50 ليرة على الكيلو. وزنه 100 كيلو. قحم مو؟ ايش قد يطلع 100 يعني حقه شيخ؟ حقه 5000 يعني. 5000 يصير فحل ولا بس؟ يصير على شلون تريد يصير؟ بس لحم احسن. اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا طبعا كله فحل ممكن يقدر 3500 ياخذ. اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. اي نعم. وهسه الفحول صاير عليها طلب شوي والله. صار عليها طلب. اي طبعا انجزرت بالعيد ما ظل منها شيء بالسوق، وصار موسمها. ايه صار موسمها. اي نعم. الشهر السابق كل الغنم صارت تحلي يعني طالع عندهم عشتين ما بدهم يشترين الفحل. اي نعم صح.
مثل هالثنايا هاي اذا زدت بنصف حاليا. الثنايا هاي بس اذا واحد استطلع. نعم. ابو عدي الفحل، الفحل كم راس يغطي بالحنا؟ والله يعني بدها تقريبا 25. 25 راس يغطي فعلا. مرتاح 30. نعم. خيو 50 راس شب شدوق لي يمشي الحال. اذا تسفنجت ما يلحق عليها واحد. استفنجت بده يستعين بالجيران كلها. ايوه بده يستعين بصديق. اي نعم. ما بده زين حكون فيها. اي والله صح. بس مو وقت اسفنج العز. نعم. اسفنج ينحط بالشهر الثالث والرابع والخامس. مشان ال مشان الدوره الانتاجيه. نعم صح. اذا تلحق ترجع تحني بالشهر 11. نعم. تلد بالثامن بالتاسع. تحني بال 11. نعم. يكسب بطنين. يصير كل ثمان شهور كل ثمان شهور بطن. بالضبط. نعم. لانه هي اسمع اراد يحط لها اسفنجه بالرابع او بالخامس بدها تلد بالتاسع. بالتاسع شهرين اقفلها انا بال 11 تحني. ايوه بشار صح كل الغنم تحني. نعم. لكن ما يمنع الان اذا عاش تلد بالربيع طبعا اول بطن ياكل بس موسم الخروف. نعم. ثاني بطن ياكل الخروف والحليب. اي نعم. لكن ما يمنع الان من شان التجاره الواحد يعني التجاره عادي يسفنج ما في مشكله يعني. يسفنج بس خاصه يكون ذبح خرج سفنج يعني يكون قوامه زين. نعم لان المربوعه ما يمشي حالها. لانه هي مو بس قضيه اسفنجه قضيه بده يعلف بده يطلع من خطيته. صح صح نعم. لانه من قوانينها وشرع عن اسفنجه لازم تكون تكرم الذبح. نعم. انت بدك منها لازم هي بدك تغذيها. نعم. تغذيها. نعم. هذا صح. قوانين اسفنجه انا احط ازرع اسفنجه. نعم. الله يجزيك الخير يا ابو عدي. والله ثواني والله هاي اوزانها يا ابو حمزه خمسة وأربعين. خرفان هنا الصلاة والسلام على رسول الله عند أخونا أبو عدي. هذا أبو الفوز صار ينزل على السوق لحاله يا شباب. حي الله أبو الفوز اللهم صل على محمد. هاي البضاعة أنت أخذتها. الصلاة والسلام على رسول الله. إيش قد أوزان أبو الفوز؟ يعني 42 كيلو. 42. الصلاة والسلام على رسول الله. والله عظم خشن ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بش قد صارت أبو الفوز؟ يلا شفتها عندي على 46.5. 46.5. صارت. اي نعم. ولسه معروضة للبيع. لسه معروضة للبيع. طيبة. لا لا عظمها خشن ما شاء الله. هاي الغنم جنسها طيب. ما شاء الله. جنس طيب ما شاء الله. علف غالي لازم واحد يشوف نخب برباطه يروح. طب اي نعم. يحول معه. يحول معه بسرعة. وبيشيل وبيتحمل أمراض. اي والله كلامك ذا ابو يوم ردت تبيعه شكله حلو الخصام يعني كل العالم ترغب تشتري منه ما يوقف في مجال فحل في مجال لحم. ايوه. اي نعم الصلاه والسلام على رسول الله. ضاع حلو ما شاء الله. اللحم بش قد؟ تعرف اللحم ما في لحم طيب. ما في لحم طيب. وسط كله لحم وسط. اي نعم. من 50 55 52 بس ما هو لحم طيب. اي نعم. في لحم النص رباط 48 47 48 نص رباط. وزن خفيف 44 43 كيلو. نعم. انباعت معك النص لحم 35 34 الطيبه 40 42 41. اي نعم. معجه في شكاره غنم 35 36 35 ليره ما باعوها غنم طيبه. نعم. شكاره كامله لحم. الصلاه والسلام على رسول الله. يعني في حركه عن عزم ضيفي ماشي الحال. اي نعم. الغنم الجنية في عليها الجنية الفتى. اي نعم في عليها حركة خشانة وخشانة وسن خشانة وسن خشانة وسن وجناس في عليها حركة. اي نعم حتى تنباع. الحمد لله حتى تنباع. مو ضال لحم بسوق اللحم يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. تأخرنا لأنه والله مو كنا نصور بسوق البقر وتأخرنا على الطريق توصلنا سوق الغنم. يا دوب وصلنا سوق اللحم لقينا السوق خالص. لكن الآن الأسعار تبين معنا بس ما شاء الله يعني كأنه اليوم في بضاعات يعني بالسوق. الصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تبارك الله. هاي عند أخونا الدلالة أبو أحمد ندفع بها 35 وما انباعت. والله أوزانها 55. أوزانها 55 وتحت. أي نعم. انباع منها ب 41 تنقايه. تنقايه ب 41. أي نعم. ثنايا ولا شنو؟ غنم. غنم أي نعم. أي نعم. أي نعم. عموما السوق شلونه ابو احمد؟ والله يبيع شويه برود. بيع برود. الوزن الفيزيكي 62. نعم. 62 ايش قد اوزانهم؟ فوق ال 60. 62 فوق ال 60. اي نعم. الصلاه والسلام على رسول الله. عموما السوق يعني في برود شوي. في برود. شنو السبب؟ كانه ما في بضاعه يعني؟ والله البضاعه موجوده ولكن الناس دايخه لساعات. السوق قصاب يعني. الناس طالعه من العيد لساتها دايخه. اي نعم. صح. البضاعه اللي باعها دولارين و60. دولارين و60 ايش قد اوزانها؟ والله
الصلاة والسلام على رسول الله. ندفع بها ايش قد ندفع بها؟ دولارين و60 دولارين و60 سنت وما انباعت. اي نعم بس السوق كويس كويس ماشي حاله الحمد لله. اي نعم اليوم الكبش كأنه مفقود بالسوق ما في ماشي باع 51 مو عندي يعني. اي نعم خاصة اللي يصير فحل ما قام يلتقي بالسوق قليل صار طلبه اليوم. اي نعم صار عليه الصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله السوق للأحسن دائما. اي نعم الله يجزيك الخير يا ابو احمد الله يجزيك الخير ويبارك فيك. لازم تقوم تبيع بالجوز انت والله. هاي البضاعة يا شباب اللي ندفع بها دولارين و60 سنت وما انبعت. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. هاي بضاعة الهواري الزير سلمان الهواري. مو بيه الزير سالم احنا عندنا الزير سلمان. الله يحفظك. هاي البضاعة عندك؟ 52 باع منها. الصلاة والسلام على رسول الله. باع منها ب 52. اي نعم، ايش قد اوزانها ابو محمد؟ 46 كيلو. 46 كيلو وباع منها ب 52. الصلاة والسلام. اي نعم. شرع يا عمر رحمه. اي نعم، شلون السوق اليوم ابو؟ والله يا ابو حمزه تجي مبيوع. اي نعم. تجي مبيوع، النعم الطيب مبيوع. نعم. والعالم لسه حد عارف انت ما سلمت المصاري. وحتى سوق الجنيه انعجز زين الخشنه. اليوم مبيوعه. ما توقف زين. نعم ما توقف، العجز النظيفه مبيوعه. اي نعم الحمد لله. هذا انعجز معوي، كل العجز. هسه قام نصور سوق الحسكه. شفتك ابو حمزه مشكورين. نعم. يصل يصل ان شاء الله. ايوه اي والله يصل. وابو عزيز الغالي البقاري ابو غزال يسمعك. واحد ابو غزال. اي والله اخونا الدلاله ابو حاتم واخونا ابو عزيز والشباب. أيوة. سلام لهم. يصل باذن الله يصل. الله يسعدك. الله يطول عمرك ابو حمزه. الله يحفظك اخونا سلمان الهواري. تسلم من قلبي يا ابو حمزه. مثل هذا المعبر ايش قد قام من 45 ابو حمزه. 45 ايش قد اوزانها لازم؟ نعمل 40 42. والفطايم اللي بعد هذيك؟ الفطايم هذيك 30 مفعل. ندفع بها 30 وما انبعت. اي نعم طيب ترى. ايش قد ايش قد لازم توزن؟ يعني 30 كيلو. 30 30 وما انبعت. اي نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. في بيع ومشترى. في بيع ومشترى، ان شاء الله دائما يكون السوق للاحسن. والله هي الفطور مسوي 35 على الكيلو، وجاي انا بدفع 18 انا فيك. اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. هل فطايمة؟ ايش قد اوزانها شنو وضعها؟ اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. والله الله يسلمك ويبارك فيك. صوبك اسخن لحم الحزب حق احسن مني. اي نعم كلحم يعني. قلت وكلنا اسخن البيضة يا سيدي. انا اخذها بس انا بديك على حاجة. مدفوع بها 250. الله يبارك لك. قام يقول له 300. لا انا اقول لك هذا الناس يا شباب والله لو لي تبيعها لك بس عاد 100 والله. هذا سوقنا اليوم يا شباب. الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. تابعونا حتى نوصل 50,000 مشترك ونغطي لكم الاسواق. شوفوا سوق البقاره سوق محافظه الحسكه. طبعا يا شباب شوفوا هذا الفيديو يمكن يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.